متى تتوقف طبول الحرب؟ إذن هذه المأساة في غزة وهذه أيضا أمام الجهود الدولية التي يتم ممارستها من أجل إيقاف الحرب. يسعدنا أن ينضم إلينا الآن سيادة السفير رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، ينضم إلينا من نيويورك. سيادة السفير أهلا بحضرتك يا فندم. نعم سيادة السفير، بداية يعني نتابع جهودكم المتواصلة أمام أو في أروقة الأمم المتحدة من أجل عرض القضية الفلسطينية بشكل عام، وكذلك عرض المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الآن على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. إذن كيف تقيم الموقف الدولي؟ إلى أي مدى ترى أن الموقف الدولي تغير أخيرا بحق القضية الفلسطينية؟ الموقف الدولي بشكل عام متعاطف بشكل هائل مع مأساة الشعب الفلسطيني وضد الجرائم المرتكبة ضده في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن هذا التعاطف لا يترجم حتى هذه اللحظة باعتماد قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فورا وكامل من أجل أن تتوقف هذه الأعمال الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكي تدخل المساعدات الإنسانية بكميات وفق احتياجات الشعب الفلسطيني 2,300,000 إنسان محاصرين مجوعين مطاردين وفي قطاع غزة، مدمرة بيوتهم، مدمرة مستشفياتهم، محرومين من الطعام والماء والدواء وكل مقومات الحياة. لهذه اللحظة بسبب طرف يملك حق الفيتو لم نتمكن حتى هذه اللحظة من اعتماد قرار يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري. في الجمعية العامة هناك تأييدا هائلا من تقريبا جميع دول العالم التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، ولكن هذه المهمة هي منوطة بمجلس الأمن وفق ميثاق الأمم المتحدة، لأن مجلس الأمن هو المعني بحفظ الأمن والسلم الدولي يعني. نعم. وبالرغم فنحن نعمل كل جهد ممكن ضمن المجموعة العربية المتحدة بشكل كامل والمجموعة الإسلامية نفس الشيء ومجموعة عدم الانحياز والمجموعة الإفريقية ودول عديدة صديقة لنا، يعني غضبانة بشكل هائل من عدم تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته لوقف هذا العدوان ضد الشعب الفلسطيني، ودعونا إلى اجتماع طارئ آخر يوم الجمعة صباحا للمجموعة العربية لنناقش كل هذه المسائل ولنحدد الخطوات القادمة. هناك جهدا من قبل الجزائر والدول العشرة الغير دائمي العضوية في مجلس الأمن يركز على وقف إطلاق نار في شهر رمضان الكريم، لكن هذا الجهد لم يكلل بالنجاح بعد. صحيح. وهناك قرار طويل أمريكي يعني لا يتكلم بوضوح كافي عن وقف إطلاق النار ومنحاز إلى جانب واحد ضد جانب آخر، لذلك يعني مقومات نجاحه غير متوفرة بشكل كامل. نعم. خاصة قد يتعرض إلى فيتو روسي، وهناك مشروع قرار فرنسي ينتظر دوره إلى أن يتم حسم ماذا سيتم من قبل مجموعة العشرة وكذلك من قبل الولايات المتحدة. نحن من جانبنا سنناقش يوم الجمعة أنه إذا بقى حصل مجلس الأمن بهذه الطريقة سنضطر إلى استئناف الدورة الطارئة العاشرة مرة أخرى تقول الجمعية العامة كلمتها في مسألة وقف إطلاق النار وقضايا أخرى مهمة أثرناها في كلماتنا وسنعكسها في مشروع القرار الذي سيقدم للجمعية العامة تحت بند متحدين من أجل السلام. نعم سيادة السفير، يعني كما ذكرت حضرتك اجتماع يوم الجمعة المقبل وفقا لدعوة المجموعة العربية، ما الذي سيقدمه هذا الاجتماع؟ هل هو متابعة لمستجدات الأمر على أرض الواقع، خاصة وأن كل يوم طبعا للأسف بيحمل المزيد من الشهداء، المزيد من الكوارث الإنسانية التي تضاف ويعاني منها سكان القطاع النازحين والمحاصرين؟ يعني ما الذي
التالي ما يعني ما هي أبرز النقاط التي ستقدمونها يوم الجمعة المقبل؟ أنا أقيم الحركة في مجلس الأمن الذي اعتقدنا أن هناك حظا أوفر لمشروع قرار قصير يركز على وقف إطلاق نار في شهر رمضان الفضيل، يعفي ويعني يتضامن مع أهلنا ويوقف هذه المعاناة وهذه الجريمة المرتكبة ضدهم في شهر رمضان. إن نجحت المساعي بهذا الاتجاه فهذه خطوة جيدة، ولكن إن لم تنجح هذه الخطوة فسنضطر إلى استئناف الدورة الطارئة العاشرة للجمعية العامة، وسنناقش معا وسويا أهم العناصر التي يحتويها مشروع القرار، بالإضافة إلى وقف إطلاق نار فوري وإلى توفير المساعدات الإنسانية والتصدي للتهجير القسري والتصدي لمحاولات سلطة الاحتلال بالهجوم على رفح واجتياح رفح. نعم. بالإضافة من أخرى من نمط عدم تسليح إسرائيل وبعد الذخيرة لها، ومن نمط يعني عقوبات على المستوطنين الذين كذلك ينكلوا بأهلنا في الضفة الغربية، ومسائل متعلقة بالقدس الشريف والحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى في شهر رمضان، وكذلك وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين والدفاع عنها والقيام بمهماتها النبيلة خاصة في قطاع غزة المنكوب. صحيح، يعني حضرتك ذكرت كل النقاط التي تتعلق بالقضية الفلسطينية وكافة التفاصيل سيتم طرحها في اجتماع الجمعة المقبل. الآن ونتحدث عن زيارة بلينكين إلى المنطقة، هل تعولون على هذه الزيارة؟ هل قد يأتي بجديد من أجل إيقاف إطلاق النار ولو حتى لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان المبارك؟ هل ترى أن بلينكين يحمل في جعبته الجديد للشرق الأوسط؟ نتمنى أن يكون كذلك، ولكن هذا طبعا الموضوع ليس من اختصاصي، هذا من اختصاص الوزراء العرب الذين سيجتمعوا معه في القاهرة غدا. نعم. بعد أن في حاله في آخر محطة أعتقد اليوم في جدة، حيث تم لقاء قيادة في المملكة العربية السعودية. يعني هذا من اختصاص أعلم، لكن أسأل عن وجهة نظرك، هل تعتقد أن أمريكا ربما تحمل رسالة إلى الفلسطينيين من خلال زيارة بلينكين إلى المنطقة من وجهة نظرك كدبلوماسي ويعني كرجل سياسة بالأساس؟ تحمل شيئا إيجابيا ومقدمة من وقف إطلاق النار. نعم. أنا هنا في الأمم المتحدة يعني أنهيت مكالمة مطولة اتصلت فيه سفيرة الولايات المتحدة لنناقش مشروع قرارهم، وأبرزت لها على أنه يحمل كثيرا من النقاط التي لا نستطيع أن نقبلها كعرب وكفلسطينيين وكأصدقاء لنا في مجلس الأمن آخرين، ولكننا نريد أن نركز على شيء رئيسي وهو وقف إطلاق نار في شهر رمضان كي ننقذ حياة الناس الأحياء وكي نوفر لهم كل مقومات الحياة. نعم. كل هذه الدول متواصلة هنا وستكون متواصلة بطبيعة الحال في الشرق الأوسط وغدا في القاهرة على مستوى عالي على مستوى الوزراء، ونتمنى ونأمل أن يكون هناك خيرا لوقف هذا العدوان على شعبنا كي ننتقل إلى المسائل الأخرى التي سننتقل إلينا إذا توقف العدوان على شعبنا في قطاع غزة. نعم، سيادة السفير حضرتك تحدثت عن نقطة هامة سيتم إثارتها أيضا في اجتماع الجمعة وهو ما له علاقة بمنع اجتياح رفح، خاصة وأن نتنياهو في تصريحاته الأخيرة تحدث عن تهديد واضح أو جدد تهديده الواضح باجتياح رفح، والتصريحات الأمريكية حتى تقول أن يعني لم تمنع هذا الاجتياح ولكن تنظر لخطة من أجل إجلاء السكان. كيف تتعاملون مع هذا الملف في أروقة الأمم المتحدة؟ يعني الزمن ونحن نحشد الدعم الدولي سواء في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة أو مع الأمين العام للأمم المتحدة على أن أهلنا الذين عانوا من كوارث عديدة في قطاع غزة طوال الخمسة شهور الماضية يجب أن لا يوضعوا في موضع كارثة جديدة إذا ما تم اجتياح رفح.
ولذلك على المجتمع الدولي مسؤولية جماعية أن يوقف إسرائيل عند حدها وأن لا يسمح لها أن تجتاح رفح وأن ترتكب مزيدا من المجازر والجرائم ضد الشعب الفلسطيني وتهجير الفلسطينيين إلى أنحاء مختلفة، وفي المقدمة منها دفعهم باتجاه سيناء لخلق نكبة ثانية للشعب الفلسطيني بعد نكبة عام 1948. لذلك علينا مسؤولية جماعية كلنا والمجتمع الدولي بطبيعة الحال وكل الاجتماعات المعقودة في الشرق الأوسط على مستويات عالية لتفادي مثل هذه الكارثة وإيقاف إسرائيل عند حدها كي لا تقدم على مثل هذه المجزرة وهذا الاجتياح الذي تخطط له والذي يعلن نتنياهو على أنه يريد أن يقدم عليه. كيف يمكن الاستفادة من الموقف الدولي؟ يعني من خلال متابعة حتى الاجتماعات الخاصة بالمنظمات الدولية المختلفة، نتحدث هنا عن الأمم المتحدة، نتحدث عن مجلس الأمن، نتحدث عن الاتحاد الأوروبي، جميع المواقف العامة ما عدا أمريكا هي ترفض بشكل تام الاجتياح، ويعني ترفض الضغط أو الدفع السكان للتوجه إلى سيناء. كيف يمكن الاستفادة من الموقف الدولي في هذا الأمر لمنع إسرائيل من ارتكابه؟ الموقف الدولي يزيد الحصار على إسرائيل وهي معزولة ومحطوطة بالزاوية، والأمريكان محرجين كثيرا من استمرار هذا الضغط عليهم لأنهم لا يستطيعوا أن يتحملوا استمرار الدفاع عن هذه السياسات والممارسات الغير قانونية والهوجاء من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي. ونأمل أن هذا الضغط المتزايد وشدة العزلة لإسرائيل ومن يحمى إسرائيل ستخلق ظرفا يفرض وقف إطلاق نار وعدم السماح لإسرائيل أن تستمر في هذه الجرائم ضد أهلنا في قطاع غزة. هل نعم تفضل. هل يمكن الضغط حتى على أمريكا بشأن تسليح إسرائيل داخل أروقة مجلس الأمن، يعني منع هذا الأمر من تسليح إسرائيل في تفضل؟ أنا أقول أنا في مشروع القرار الذي مناقش متحدين من أجل السلام في الجمعية العامة ستكون هذه أحد النقاط التي نطلب منها كل دول العالم أن لا تسلح إسرائيل بارتكاب هذه الجرائم ضد الأطفال والنساء والمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. ولذلك هذه من النقاط الجديدة التي سنضمنها في مشروع القرار الجديد في الجمعية العامة في مجلس الأمن. لا نتطرق إلى هذا الموضوع لأن هذا لوحده كافي أن يحسب الولايات المتحدة بسبب الفيتو، ولكن المكان الذي نستطيع أن نشرع مثل هذه المواضيع وندخل فيها لأول مرة هي في الجمعية العامة وسنفعل ذلك. نعم، جزيل الشكر سيادة السفير رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، شكرا جزيلا لك.